بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله اتعلمنا استرجاع البيانات من الجدولين، وعرفنا ان في ربط غلط وفي ربط مش موجود وفي ربط صح، وتعلمنا الايكوي جوين، واديتكم فكرة عن النون ايكوي جوين اللي هو بتربط بحاجة غير انك تقول له بيساوي حاجة صريحة كده بيتساوي، ماشي؟ اللي هو غير، يعني نون ايكوي يعني غير الايكوي، غير الايه؟ غير الايكوي. خلاص، طيب حلو قوي. ايه تاني عندنا؟ حاجة اسمها انر جوين. طب ودي بتتعمل ازاي دي؟ تعالوا نجرب مع بعض. بص، انا هقول له سيلكت استرسك او اسماء الحقول فروم الجدول الاول. احنا اتفقنا ان انا عندي ايه؟ عندي جدولين. خلاص، عندي جدولين، ماشي. سيلكت استرسك فروم الجدول الاول اللي هو ايه؟ امبلويز، وهديله ضلع اي. خلاص كده، اعمل كوما واكتب ديبارتمنت. لا، انر جوين بتقول لك لا. خلاص، امال اعمل ايه؟ ولا اي حاجه. هتقول له بعد، خد بالك، سيلكت استرسك فروم الجدول الاول، بعد كده انر جوين. انر جوين بتقول له انر جوين، وبتاخد مسافه وتقول له ايه؟ يعني انر مسافه جوين، وبعد كده بتاخد مسافه تقول له ايه؟ الجدول اللي انت عايز تربط معاه ربط داخلي. ايه هو الجدول؟ اقول لك الجدول الديبارتمنت، وندلعه نقول له دي. خلاص، حلو قوي. زي انت بتقول واحد يا احمد، بدل ما تقول له يا احمد تقول له يا حماده كده. حلو قوي. برضو مش هتروح بعيد عن العلاقه، يعني بص مش هتعرف تهرب من العلاقه. من الاخر، لازم علاقه الربط. يعني انت لو عملت سيمي كولون على كده وجيت تشغل هيقول لك انا مش هشتغل. لازم العلاقه. ازاي؟ انت خلاص قلت له سيلكت استرسك فروم الجدول الاول، بعد كده انر جوين الجدول الثاني، بتاخد مسافه وتقول له اون على ايه؟ على العلاقه. خد مسافه واديله العلاقه بتاعت الربط، وهي ان الاي دوت ديبارتمنت اي دي ايكوال الدي دوت ديبارتمنت اي دي، ونعمل سيمي كولون، وكده بفضل الله نشغل بقلب جامد. اهو جايالك البيانات بفضل الله، تمام اهي، 106 سجل زي الفل بفضل الله. خدت بالك ازاي؟ كده احنا ربطنا بايه؟ ربطنا بطريقه الايه؟ الانر جوين. خلاص، طيب زي ما انت ملاحظ معايا، هي جايبه لك 106، يعني برضو هي بتربط انر جوين ما بين الجدولين. يعني حتى النل ما جابتوش، اللي هو في 107، في واحد منهم من ال 107 فيهم واحد مالوش ديبارتمنت ايه؟ اي دي بنل. خدت بالك ازاي؟ فما جابتوش. حلو كده؟ طيب هنا بقى سؤال، هل لو انا بدلت الجدولين، يعني خليت التاني مكان الاول والاول مكان التاني، يعني خليت الجدول التاني هو الجدول الاول وخليت الجدول الاول هو الجدول التاني، هتختلف النتيجه؟ هيجيب لي 107 يعني مثلا؟ ولا هي؟ تعالوا نشوف مع بعض. بص اكتب على طول سيلكت استرسك فروم، بدل امبلويز اكتب ايه؟ ديبارتمنتس، وندلعه نقول له يا دي، ماشي؟ انر جوين مع الامبلويز، وندلعه نقول له يا اي. اون، خد بالك، اون الاي دوت ديبارتمنت اي دي ايكوال ايه؟ الدي دوت ديبارتمنت اي دي سيمي كول. شغل وقول لي، ها انزل تحت جاب كام؟ 106 برضه، يبقى عدد الريكوردز ما اختلفتش. ايه اللي اختلف بقى؟ اقول لك انا. بص
هي البيانات. بس بص، انا لما بقف على الجمله الاولانيه اللي هي جايب الامبلويز الاول واشغل بيجيب لي بيانات الموظف الاول بس، انا كده كده مش محدد حقول. خد بالك لو انت حددت الحقول مش هتفرق اصلا، يعني لو انت حددت الحقول زي احنا ما عملنا هنا قبل كده مش هتفرق معاك خالص، لكن هي فرق هنا لان انت بتقول له استرسك، كاتب له ستار. النجمه دي معناها استرسك، معناها اول فيلز، كل الايه او اول كولومز، خدت بالك؟ فهي كده راح جايب لك هنا لما عملت جاب لك ايه بيانات الموظف الاول، لما جيت هنا وعملت شغلت راح جاب لك بيانات الديبارتمنت الاول بس. ادي الاختلاف، بعد الديبارتمنت جاب لك الامبلوي بقى بيانات الامبلوي، فاهم الفكره؟ لكن في النهايه الانر جوين بتجيب لك الربط الداخلي ما بين الجدولين، خلاص شبه الايكويشن، صح؟ شبه الايكويشن، واخد بالك؟ ما بتجيبش النل، لكن طريقه ممكن انت ايه تربط بيها بفضل الله. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.